علاش قلت كولومبيا؟ اي لان اليوم راهو العباد مش فايقه، انتقلنا من الاقتصاد الموازي اللي حكوا عليه شفتوا انا عنده مشكله الى الاقتصاد المارق لليسيت. اليوم برا شوف قديش من عارف عيش من القمار، احنا في اقتصاد القمار، في اقتصاد المخدرات، وفي اقتصاد متاجره بالجنس. هذا هو الاقتصاد التونسي حاليا، واقتصاد الحرقه. ما عادش في الاقتصاد الموازي، يا حسره. الاقتصاد الموازي على الاقل عنده ناموس. اليوم نحن في الاقتصاد المارق، يعني الكوكتيل الماشينيلو نتاع الاقتصاد المارق، شيء من الصومال وشيء من كولومبيا، وستبدا الفوضى. ثانيا